صارت 70 عيلة قسطنطي، 55 عيلة السباعي. سرعة البديهة والسؤال هو كم عدد النقاط في المقولة بالصورة؟ دي مقولة لجبران خليل جبران، مقولة عظيمة جدا. إجابتك ما ينفعش تكلم حد. إجابتك 18. عايز أعرف استعجلت ليه؟ ما أنا عديت الموضوع. شفت عبد الرحمن زعلان؟ معلش عبد الرحمن، هارد لك. إجابة صحيحة. أصل عبد الرحمن كان زعلان قوي إنك خدت البصر منه وكان عنده رقم تاني. يا باشا خليك معايا. خليك معايا أنا، هتكسب. 10 نقط. خطف منكم البازر، كان اسرع. انتوا عاملين تعدوا بس هو كان اسرع. لا وعايز يتاكد، يعني داس على البازر وعايز يتاكد من الامير. هو امير مش هيحصل. ما ادانيش عقد نافع اصلا خالص. هو عارف القانون. أيوة. القانون اللي داس على البازر ما عادش يكلمه. حافظ. لو اتكلم كان منع عنك ال 10 نقط. برافو عليك الامير. النتيجه اتغيرت، 65 عيله سباعي، 70 عيله قسطنطي. الحقيقه المباراه جميله ومتكافئه، 10 نقط هنا و10 نقط هنا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة.